وما زلنا اعزائي المشاهدين في ملعب الناشئين وبرنامجكم المفضل مع اثنين من نجوم نادي الزمالك في الاداره والتدريب، ايضا معنا كابتن باسم عطا مدير شؤون اللاعبين في قطاع البراعم المدرسه الاساسيه في نادي الزمالك. اهلا بيك كابتن باسم. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. منورنا. حضرتك طيب يا كابتن؟ الحمد لله. ايضا معنا احد نجوم التدريب في قطاع المدرسه والبراعم، والحقيقه محقق نتائج طيبه جدا مع 2009. الموسم الماضي الحقيقه كان في دوره زد وكسب النادي الاهلي 4-0 وكسب بيراميدز، كسب انديه كبيره جدا في هذه الدوره. كابتن ايهاب الرفاعي مدير فني في 2009. اهلا بيك كابتن ايهاب. ازيك يا كابتن منور؟ والله ربنا يخليك كابتن. هبدا بالكابتن ايهاب، وانت مدير فني 2009 وعندك مواهب ما شاء الله. الاول طمنا، عندك مواهب كويسه تنفع للقطاع الناشئين ان شاء الله؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله كابتن. عاملين فرقه الحمد لله. القوام الاساسي بتاعها 19 لعيب كلهم على اعلى مستوى، محققين نتائج الحمد لله. كل ماتشات الوديه الحمد لله كسبانينها. ربنا يكرم ان شاء الله السنه دي نعمل حاجه زي السنه اللي فاتت باذن الله. كابتن ايهاب، في صعوبه في تدريب البراعم عن الناشئين عن الفريق الاول؟ انت طبعا انت بتاسس يا كابتن، يعني انت محطوط، انت بتاسس اللعيب كويس، بتدي له شخصيه نادي الزمالك، بتحسن اللعيب اللي هو جاي لازم يعرف قيمه التيشيرت اللي نادي الزمالك اللي لابسه عشان يبدا يكمل معاك بعد كده يحقق البطولات ان شاء الله في الناشئين باذن الله. بتعلمه انت ازاي يحب النادي ويكون حريص على النادي ويكون غيوره عن النادي؟ تمام. كل ده طبعا لازم طبعا في الماتشات بنديلهم المحاضره قبل الماتش، كل لازم اللعيب يحس بقيمه التيشيرت اللي هو لابسه. نادي الزمالك طبعا نادي من اعرق الانديه، فلازم اللعيب اللي يلبس تيشيرت نادي الزمالك حاسس اللي هو نازل لازم يكسب كل الماتشات حتى لو وديه. تمام. فاللعيب لازم بشخصيته في الملعب بيتوقف مع طبعا احنا دوري الجيزه غير دوري القاهره. دوري الجيزه من قبل فرق طبعا الشرقيه وزد، وطبعا دوري القاهره في فرق كبيره، فاحنا بنحاول الماتشات الوديه اللي بنلعبها بنلعب مع فرق من دوري القاهره، فبندل للولد لازم الصوره، لازم هو عنده الثقه اللي هو نازل يكسب اي حد. تمام. فبنحاول على دي مهمه جدا. طبعا طبعا يا كابتن. طيب كابتن باسم عطا، يمكن حضرتك مدير شؤون اللاعبين، ازاي بيتم قيد اللعيبه؟ يعني انت بيجي لك اللعيب كده ايه الاوراق المطلوبه؟ بتلاقي صعوبه في القيد ولا الامور بتبقى على السيستم سهله وبسيطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للتعامل على السيستم كان البدايه كانت صعبه اول ما اتعمل، بعد كده بالممارسه الحمد لله الدنيا بقت كويسه. احنا بنطلب مسوغات القيد من الولد، شهاده ميلاد كمبيوتر، صوره بطاقه والده، شهاده صوره شهاده الميلاد، صوره شهاده الميلاد وبطاقه الوالد، بطاقه الولد وعنوانه تفصيلي، وبندي له جواب مدرسه بيروح المدرسه بيه بيجيبه لنا. وبعد كده يبتدي الاداري بقى شغله ان هو يدور على كل حاجه تخص البيانات دي صحيحه او غير صحيحه. انت دورك بينتهي بتجيب الاوراق دي كلها بعد كده بتحطها على السيستم، وبعدين بعد كده بتدي الاداري عشان يشوف القصه ماشيه معاه بالزبط. من ناحيه التزوير والتسليم والكلام ده كله. بالظبط يا كابتن. يعني هو الـ 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 الاوراق اللي هو بيجيبها لنا لازم نكشف عليها مره واثنين وثلاثه واربعه. يعني حتى حصل معانا موقف قبل كده يا كابتن، كان في لعيب كان مشطوب في منطقه القاهره في نادي ما، وجي لعب عندنا في نادي الزمالك هنا، وما كانش حد مبلغ ان الولد ده مشطوب وسافر معانا. يعني ايه ما حدش مبلغ؟ يعني المفروض ان انا دلوقتي عندي لعيب في نادي الزمالك مزور، المفروض ابلغ المنطقه ان الولد ده مش سليم. المنطقه اللي هو تابع ليها بتبلغ كل المناطق. ما بلغتش. ما بلغتش. الولد ده جالنا معاه باسبور رسمي، معاه بطاقه رسميه. اكتشفنا بعد كده ان الولد مصور نفسه في البطاقه والباسبور بصوره اخوه، يعني هو راح اتصور بالباسبور صور نفسه. خبر ابيض. يا كابتن حاجه كانت خطيره جدا. ده جريء جدا. هو الاهل طبعا هم اللي عملوا الكلام ده. والولد عملت معاه ايه بقى يا كابتن؟ الولد ده احنا يعني مش احنا برضو اللي اكتشفنا، اللي اكتشف الموضوع ده يعني كان رئيس لجنه شؤون اللاعبين ساعتها الكابتن احمد مجاهد، وكان شاطبه مرتين قبل كده في انبي وفي الداخليه. والله. وبعد بقى نادي الزمالك، على ان نادي الزمالك هو المدان. تمام. طب انت شاطب الولد ده في حتتين قبل كده ما بلغتش بيها ليه؟ وابتدى بقى الحوار يدور لغايه اما قدمنا الورق اللي يثبت. يعني انا اكتر يا كابتن طارق من ان انا عندي جواز سفر بيقول ان ده هو ده الولد. ما كانش فيه اكتر من كده. تمام. كابتن ايهاب، يمكن حضرتك مدير فني ومدير فني كبير
و2009 سن مش صغير ولا كبير. لما بتشوف لعيب وتبقى عايز تاخده نادي الزمالك، ايه المعايير والمقاييس اللي من وجهه نظرك انت وانت بقى محتك باللعيبه بشكل مباشر، ايه المعايير اللي في وجهه نظرك تخليك تشدك للولد ده هيلعب في نادي الزمالك؟ شخصيه الولد يا كابتن، يعني انا عندي الولد اول ما بينزل في الاختبارات بجيبه ببص الاول على شخصيه الولد، متحكم في الكوره، ببدا اقيس على الولاد اللي عندي الموجودين. انا طبعا شخصيه اهم حاجه في طبعا في الكوره دلوقتي القوه والسرعه، فانا بقيس الولد على القوه والسرعه بتاعته، بعد كده اشوف مهارته ازاي للكوره. ببدا المهاره الاول يعني لا القوه والسرعه عندي اهم حاجه الاول دلوقتي. بحس بيختلف يا جماعه على فكره، يعني احنا سالنا مثلا مدربين قال لك المهاره الموهبه، كابتن ايهاب بيقول حاجه جديده دلوقتي بيقول لك ان القوه والايه القوه والسرعه مهمه جدا. تمام. بالنسبه لي انا عشان بجانب الموهبه ما لازم اقول ده جاي في الاختبارات بشوف كورته الاول بعد كده بقيس على اللي عندي. انا طبعا الملعب السنه اللي فاتت كنت بلعب نص ملعب، السنه دي بلعب من 18 ل 18، فالولد ياخد لازم شغل اعلى من الشغل في البدني. بتدي بقى بدني دلوقتي؟ لا انت لازم ادي بدني. جزء من الواحده بديه بدني، وبعد كده ببدا اقيس الولد كل شويه، يعني كل فتره بعمل قياسات للولد بقى اشوف مستواه وصل لغايه فين. ببدا اقيس يعني الولد اللي جاي لي من الاختبارات ده جاي طبعا مش ممكن ما يكونش متعلم، يعني ممكن بيلعب في نادي مركز شباب، ممكن ببدا ادخله واحده واحده بالنسبه للتيم الاساسي للفرقه. على اساس ده ببدا بقى اخد الولد ويعني اتاقلم خلاص يعني الولد. يعني انت مقسم عمليه اختيار لمراحل يا كابتن؟ لمراحل طبعا. المرحله الاولى بتشوف الولد، المرحله الثانيه بتجهزه، المرحله الثالثه نفسيا، وبعد كده بتدخله الفريق، يعني في مراحل بيمر بيها طبعا. طبعا والولد طبعا اول ما بيجي طبعا ما بيدخلش مع الفرقه على طول، يعني لازم يعدي على المراحل دي، وبعد كده ببدا اقيسه باللي عندي. تمام. وربنا بيكرمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن باسم اخيرا بقى القصه الشهيره بتاعت عدم القيد، اي لاعب ينتقل او يبعد عن منطقه عن النادي اللي هيلعب له 50 كيلو، شايفها ازاي انت ومدير شؤون اللاعبين؟ شايفها ازاي؟ قرار فاشل طبعا. قرار فاشل على طول كده انت. يعني ايه المبررات؟ يعني انا دلوقتي عشان اخد قرار لازم اكون درسه قبلها مره واثنين وثلاثه، او اكون مثلا باعت للانديه اقول لهم احنا سنه مثلا 2022 مش هناخد لعيبه من بره المنطقه بتاعتك ب 50 كيلو. لكن انا دلوقتي انا يعني كنادي الزمالك حرك طبعا يا كابتن، كنت من ضمن الناس اللي هي يعني حرك كنت لعيب كبير جدا، يعني هل حرك جيت من حرك جاي منين؟ حرك جاي من كفر الشيخ، من مكان بعيد عن نادي الزمالك. فدت نادي الزمالك قد ايه؟ محمد صلاح فاد مصر قد ايه؟ هو ليه يعني إيه الميزه في ده؟ ايه الميزه في القرار ده؟ ايه ما فيهوش يا كابتن اي ميزه؟ انت شايف اي ميزه في هذا القرار؟ إيه بالعكس ده بيضر بمصلحه لعيبه كتير جدا. ممكن ايه هو الميزه يا كابتن؟ اي لعيب في مصر يتمنى يلعب في نادي الزمالك؟ هل انا ذنبي ان انا مواليد المنوفيه، او ذنبي ان انا مواليد الشرقيه، او ذنبي مثلا ان انا مواليد البحيره؟ ماليش ذنب. تمام. انت خليت الناس تتحايل على القرار ده بامور تانية خالص، بغير اقامتها، الناس تغير اقامتها وتتبهدل وتتشحطط. طب ليه؟ تمام. طب ليه؟ طب ما كانت الدنيا ماشيه. ومحمد صلاح جه منين؟ لعيبه كتير جدا في مصر يا كابتن جت منين؟ تمام. كابتن ايهاب اخيرا العقليه بتاعه اللعيب ال 2009 او 2010 بتتعامل معاه ازاي؟ يعني ولد صغير طفل لسه بيتكون، بتتعامل معاه ازاي انت نفسيا وانت بتقول دي بدي دلوقتي بدني، بتتعامل معاه ازاي؟ هو طبعا جزء بدني، لكن انا نفسيا اهم حاجه عندي طبعا الولد يجي من بلد، يعني هو انا عندي دلوقتي الولد في فتره امتحانات، فلازم نفسيا طبعا جاي من المدرسه جاي تعبان، فلازم طبعا اول حاجه في التمرين بقعد اتكلم مع الاولاد، اخرجهم بره قصه خالص وادخلهم انت جاي دلوقتي تشتغل شغل كوره، فشغل كوره لازم يجهز ذهنك صافي، يعني ما بقاش في اي تحت اي ضغوطات. فببدا واحده واحده كده اخلي الولد يخرج من الالعاب الترفيهيه، اخلي الولد يبقى جاي حابب، هو جاي التمرين جاي يخرج من الريتم بتاع المذاكره خالص. والولاد عندي الحمد لله يعني الثقافه بتاعتهم الحمد لله، يعني المفروض تحس ان هم اولاد كبار بيقبلوا اي حاجه الحمد لله، الشغل بياخدوه كله. عندي الولاد جاي من اختبارات بداوا يثبتوا نفسيهم الحمد لله، دخلوا مع الفرقه بسرعه تأقلموا. انا جبت حوالي 15 لعيب من الاختبارات الحمد لله. طبعا في من الاسف مع القرار اللي هو عدم القيد ده في اربع خمس لعيبه كانوا القيد للزمالك. في اربع خمس لعيبه. احنا سمعنا يا كابتن ان في سمحوا ان هم يقيدوا بعض اللعيبه ولا ايه يا باسم؟ لا لا لا
اول في اول في الاول خالص يا كابتن، اول ما سمع القرار ده الاولاد ما كانش في كود، الاولاد سمعوا الخبر طبعا فبداوا يعني في اربع الاولاد خمس ولاد بالظبط مشوا مش عارفين ما عرفناش نوصلهم تاني. اما فتح الكود تاني الحمد لله قيدنا 15 لعيب تمام والحمد لله ربنا كرم الحمد لله. كنت عايز اقول حاجه بس في القصه دي اتفضل. ممكن الكابتن ايهاب انا كنت فاهم ان موضوع ال 50 كيلو لكن انا ما اعرفش ان الولاد مشوا وراحوا يعني ما كانش في قيد لينا، بس احنا يعني في البراعم مش ممنوعين من القيد يعني احنا لا كان في الاول في منع للقيد الاول بعدين احنا رحنا كان في تعتيم في الاول علينا في كل حاجه يعني ما كانش يعني حاجة كان في رحنا للكابتن احمد نجاد وسمح لنا بقيد بعض حرك والكابتن العمار اللي هي بتلعب خماسي وملهاش علاقه يعني ملهاش علاقه بالموضوع خالص. هو حتى ساعتها قال لك ان كل ما هو بيلعب 11 بس يعني دي مش من عندنا احنا يعني تمام. لكن احنا اللعيبه كلها اللي موجوده قدرنا ان احنا طالبين من حضرتك برضو كابتن مناشده تاني بعد اذن حضرتك اتفضل ونجوم 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 الرياضه في مصر تتدخل بشكل قوي في موضوع ال 50 كيلو يعني هو دلوقتي بيطلع حاجات ان احنا ايه النادي المكان المحافظه اللي فيها فريق بيلعب في الدوري الممتاز لا ما ينفعش يلعب عندك لعيب يتخطى 50 كيلو لا طب انا ما ذنبيش ربنا يسهل يعني احنا بنوصل صوتنا للمسؤولين في اتحاد الكوره. كثير من المدربين والاداريين يعني الحقيقه متضررين بشكل كبير من هذا القرار. نتمنى من الكابتن احمد مجاد رئيس اللجنه الثلاثيه في اتحاد كره القدم ان هو يوافق على او يرجع في قراره او يدرس القرار تاني، لان محتاجين طبعا ان احنا محتاجين كل موهبة محتاجينها في مصر. الأندية الكبيرة هي اللي بترعى دائما وأبدا الأشبال. في النهاية بشكرك شكرا جزيلا كابتن باسل شرفتنا ونورتنا. الله يخليك كابتن طارق وإحنا مبسوطين جدا 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 بقناتنا. القناة كفاية إن هي بتخلي الولاد يعني يتشافوا والولد بيبقى حاسس ان في حد مهتم بيه، فكنا من زمان نفسنا يبقى في حاجه تبرز مواهبنا الكتير جدا جدا اللي موجوده في ان شاء الله. كابتن ايهاب رفاعي مدير الفني لفريق 2009 بشكرك شكرا جزيلا وتمنيت ليك بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك شرفتنا ونورتنا يا كابتن ربنا يخليك شكرا جزيلا.